النهارده ان شاء الله هنبدا الخطوات الاساسيه بقى في السيستم بتاعنا اللي احنا عاوزين نبنيه او اللي احنا عاوزين نمشي على الاسس الخاصه او الاسس العلميه لبناء السوفت وير بتاعنا، تمام؟ وهو الريكويرمنت جاذرنج، اللي هو ازاي نحسب الريكويرمنتس بتاعتنا، ازاي نعرف نجيبها، ايه الطرق الاساسيه اللي موجوده عندنا في ان احنا نعرف نجيب الداتا بتاع المطلوبه اصلا، يعني تمام، من الكلاينت بتاعنا. فزي ما احنا عرفنا المره اللي فاتت ان في نوعين من انواع الريكويرمنتس، عندي فانكشنال ريكويرمنت، عندي نون فانكشنال ريكويرمنت. الفانكشنال ريكويرمنت هي الحاجات الاساسيه اللي تستخدم للمشروع نفسه او السوفت وير بتاعي نفسه. ولكن نون فانكشنال ريكويرمنت هي مش معنى ان هي نون فانكشنال يعني هي مش مهمه، بل بالعكس ممكن يكون هي من اهم الحاجات اللي موجوده في السوفت وير بتاعي. وقلنا لازم يكون في بعض العوامل اللي انا اعرف اقيس بيها النون فانكشنال ريكويرمنت. حد يفكرني بيها كده، ايه النون فانكشنال ريكويرمنت وايه الحاجات اللي ممكن اقيس بيها؟ السايز، تمام، السالري، لا مش ضمن الافشنسي، ريليابيليتي، تمام، ريوزابيليتي اللي هو يقدر ممكن اعيد استخدامه او اقدر اعمله في استخدام اخر، تمام. السكيورتي ده من ضمن الحاجات اللي هي نون فانكشنال ريكويرمنت، ولكن ديت اساسيه. يعني ممكن نقول نون فانكشنال ريكويرمنت هي مش ديديكيتد لسوفت وير معين او للسوفت وير بتاعي انا بس، تمام. يعني ده ممكن يبقى جلوبال شويه او اشمل شويه لاكثر السوفت ويرز اللي موجوده عندنا، تمام. لكن الفانكشن ريكويرمنت هي الاساسيه. وعرفنا ان في نظره الفانكشن ريكويرمنت بالنسبه ليوزر غير بالنسبه للسيستم، تمام. يبقى هنا بالنسبه لليوزر وبالنسبه للسيستم اللي موجود عندنا. حد يفكرني برضو ايه الفرق بين الفانكشن ريكويرمنت لليوزر ريكويرمنت والسيستم ريكويرمنت؟ الفانكشن ريكويرمنت هو ايه اللي هيبقى ظاهر قدام اليوزر بحيث ما يستخدمه، حلو، مثلا سيرش بار وخلافه من الايقونات اللي ممكن اليوزر يستخدمها في الواجهه اللي قدامه. لكن السيستم هو من ورا الباك اند زي ما احنا بنقول شغال ازاي، هو كده لو في داتا بيس مثلا مع الابلكيشن هبعت الداتا ازاي، هستقبلها ازاي، تمام. يبقى انا اليوزر فانكشن او اليوزر ريكويرمنت انا عاوز الشاشه بتدخل لي بيانات العميل، بتعمل بحث، بتعمل تعديل على العميل، بتعمل اضافه، لكن ازاي بتعمل كده وايه المتطلبات اللي موجوده، ده السيستم ريكويرمنت اللي بيعمل كده بقى، تمام. لكن يعني السيستم ريكويرمنت يشوف الظاهر اللي قدامه او يشوف الفانكشن بدون التدخل في كيفيه عملها، تمام. يعني وات كان اي دو، مش وات، مش هاو كان اي دو او هاو اي دو، يعني ازاي، ايه اللي انا عاوزه مش ازاي اعمله. ازاي اعمله ده من خلال من وجهه نظر بقى السيستم ريكويرمنت اللي موجود عندنا، تمام. طيب عايزين نشوف بقى ازاي عندي عميل دلوقتي وعاوز اخد المتطلبات بتاعتي، هعمل ايه؟ ايه الخطوات او ايه اللي المفروض اعمله كاناليست بقى او ريكويرمنت جذر ان انا اعرف، يعني اعرف اجيب الداتا من العميل نفسه. تعال نشوف كده الطرق اللي موجوده عندنا. احنا عندنا طريقتين او ميثودز، يعني تراديشنال وميثودز نيو، حاجات جديده، مودرن ميثودز. فاحنا هناخد بعض الانواع للتراديشنال ميثودز وبعض الانواع للمودرن. ده مش كل طبعا الطرق، احنا بناخد بعض الانواع بس، بنحاول نفتح مخنا شويه في الطرق اللي ممكن اجيب بيها الداتا بتاعتي. فعندي هنا في التراديشنال ميثود عندي نوع اسمه انترفيو ويز انديفيديوال، عندي كوتشينيرز، عندي اوبزرفيشن، تمام، عندي ستادينج بزنس دوكيومنتس. حلو الكلام. من اساميهم كده حد يقول لي اول واحده ايه؟ انترفيوز انديفيديوال. حلو قوي. تعالى بقى اشوف مشكله الانترفيو دي هتبقى عامله ازاي. اول حاجه الانترفيو، عندي نوعين من الانترفيو، عندي حاجه اسمها الاوبن انترفيو وعندي الكلوزد انترفيو. يعني ايه الاوبن انترفيو؟ يعني انا بقول له زي ما الباشمهندس قال ان انا بيتكلم اخليه يقعد يشرح لي،
تمام ايه المشاكل اللي موجوده عنده، وانا من خلال الكلام اللي هو بيقوله ده انا استخلص منه الايه الريكويرمنت اللي هو عاوزها، تمام؟ يعني خليه يسرد الكلام ده كله. طيب لو انا عندي خبره اصلا في الجزء اللي هو اللي هو عاوز يعمله او الابلكيشن اللي هو عايز يعمله، بس هو عايز يعمله كاستمايزيشن بس، فانا ابقى محدد له مجموعه من الاسئله زي ما انا بقول دلوقتي ان مثلا انت عاوز كذا، عاوز تقسيط ولا عاوز، هو المريض هيبقى عنده تقسيط ولا لا، عاوز بتاع دوت المريض هيجي لك مره يبقى انت عاوزه بلون معين، عايزه يبقى بشكل معين، الكلام ده كله ده نتيجه لايه؟ لخبرتي ان انا كامبلمنت او كاناليست اشتغلت في الموضوع ده قبل كده، فانا فاهم المشاكل اللي ممكن تقابله، ممكن يكون فاهمها اكتر منه هو، تمام؟ ليه؟ عشان البرنامج يوضح له ايه او يبقى مزايا بالنسبه له ايه هو ممكن ما يكونش متصورها له. فيا اما اوبن انترفيو يبقى انا ما اعرفش اصلا المجال بتاعه، تمام؟ فهو هيشرحه لي فهيبدا يطلع من خلال الكلام بتاعه هبدا اعمل ايه، هبدا اشوف الريكويرمنت اللي انا ممكن اعملها عندنا او تفيدني انا كاناليست عشان اوصلها لايه ليد ديزاين اللي موجود عندي، تمام؟ فده بالنسبه للايه الانترفيو. تعالى بقى نشوف في حته الانترفيو دوت عندنا مشاكل كتير جدا. لو انا بعمل نظام اي ار بي سيستم، عارفين الاي ار بي سيستم اللي هو نظام اداره الموارد اللي موجود، اللي هو نظام الموارد اللي موجود عندنا، اللي هو حسابات ومخازن وشؤون عاملين يعني موظفين وماليات واللي هو نظام اداره المنظومه نفسها يعني، تمام؟ انا دلوقتي مثلا عاوز اعمل لنظام شؤون الطلبه بس، حلو، زي ما موجود هنا في المعهد مثلا. هل انا هقعد مع العميد ولا هقعد مع وكيل كانترفيو؟ بقى دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه ريكويرمنت لمنظومه شؤون العاملين، تمام يا شباب؟ فالانترفيو نفسه بقى خلي بالك ان في بعض الناس هيبقى ضد المشروع بتاعك، مش هدفها انها تفيدك اصلا عشان تطلع المشروع، تمام؟ هتبقى بتحاربك اصلا. زي مثلا ايه، تعال نشوف الموظف بتاع شؤون الطلبه، لو انت عملت السيستم ده هيبقى هو دوره ايه؟ مش هيبقى دوره حاجه، هيبقى انت كده دلوقتي ضريته، يبقى انت كده يعني ايه خليته او بينته ان هو مش هيبقى ليه لازمه، انت خليته اوتوماتيك، فهيبقى معاك ولا هيبقى ضدك؟ بل بالعكس، بس انا في كريكويرمنت محتاجه، تمام؟ محتاج ان هو يديني معلومات، محتاج ان هو يديني شغل. طيب انا هقعد معاه، هو هقعد مع الموظف ولا هقعد مع مدير شؤون العاملين او شؤون الطلبه، ولا هقعد مع وكيل الكليه او وكيل المعهد لشؤون التعليم والطلاب، ولا هقعد مع العميد؟ هقعد مع مين؟ مع المدير؟ مع المدير ولا مع الموظف؟ مع الموظف، تمام؟ هو بس اللي هيبقى فاهم. طب لو اداني معلومه غلط هعمل ايه؟ السؤال انا هقعد لو انا عاوز اعمل سوفت وير لشؤون الطلبه، تمام؟ ايه المفروض ان انا بعمل انترفيو؟ انا في اول طريقه من الطرق اللي موجوده عندي اللي هو الانترفيو ده. فالانترفيو لازم يكون مع حد، مع حد متخصص في الجزئيه اللي انا عايز اعملها دي. فانا عندي دلوقتي اربع اشخاص في المنظومه، انا بقول على سبيل المثال، عندي العميد، عندي وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، عندي المدير شؤون العاملين او شؤون الطلبه، وعندي الموظف بتاع الايه؟ موظف بتاع شؤون الطلبه. امتى اقعد معاهم كلهم مع بعض ولا اقعد مع كل واحد لوحده؟ الموظف. حلو. لا ما بقول لك اهو، انا بقول لك خلي بالك وانت بتعرف وانت بتاخد معلومات لازم تتاكد ان المعلومات دي صحيحه. حلو. قد يكون اللي انت بتاخد منه المعلومات اصلا مش عايز ليك المعلومات. لا ما هو مفيش، ده انا بكلمك على حاجات ريال يعني، ده واقع لازم تكون متصرف معاه. معاه؟
انا مش سامعك من اللي بره والله. ما هو مين الكاستمر ده؟ الطالب. لا مش الطالب، انا بتكلم على مثلا احنا فرقنا ما بين الكاستمر والكلاينت دلوقتي، تمام؟ الكاستمر هو الطالب، الكلاينت هو المعهد. طب بالنسبه لك كشركه دلوقتي بتتكلم على الروايه في الوقت الروضه بتاعه الاداره واللي بيدير يعني في المثال بتاعنا لا اقعد مع مين؟ الشؤون كلها دي، مين الشؤون؟ انا بتكلم على اربع اشخاص دلوقتي عندنا، العميد او وكيل الكليه تمام لشؤون الطلاب او مدير شؤون الطلاب او الموظف. ايوه تمام، يبقى انا لازم اقعد معهم كلهم، ده لازم. ليه؟ اول حاجه تمام، اول حاجه لازم عشان اقعد معاهم لازم عشان اتاكد من المعلومه. لما تجيلي المعلومه من اربع اشخاص تمام بنفس الشكل يبقى دي اكيد صحيحه، تمام. طيب لو في معلومه جات لي في تضارب، ده قال لي بنعمل كذا وده قال لي بنعمل كذا، لازم في الاناليسيس لازم يا اما اقعدهم مع بعض اعمل انترفيو معاهم، يا اما اروح للاعلى السلطه الاعلى، تمام. يعني هو ده الفكره، ان مين اللي متعاقد معايا ومين اللي هاخد منه الفلوس ومين اللي هيديني ومين اللي هبقى واثق في المعلومات بتاعته، اللي هو ليه مصلحه ان الحاجه تتعمل، فيبقى هو اكيد هو اللي بيقول الحاجه صح. او ممكن يكون هو مش فاهم صح اصلا، يعني ممكن يكون وكيل الكليه في حاجه متضاربه معاه في فكره الموظف فاهمها اكتر منه، فيا اما اجيبهم هما الاثنين مع بعض تمام، وهما الاثنين يقعدوا بقى يتخانقوا مع بعض لغايه اما نوصل لحل، لغايه اما ايه يدوني راي واحد بس هو ده اللي انا عارف انفذه. ليه بقى؟ عشان لو انا نفذت الموضوع بشكل من اشكال يا اما ده يا اما ده، يقول انا ما قلتش كده، في الاخر هيقول لك انا ما قلتش الكلام ده اصلا، مش هو ده اللي المقصود. تقعد تعيد تاني الايه الشغل بتاعك تاني. فده لازم مهم جدا بالنسبه لنا الحته الايه الجزء بتاعه الانترفيو ديت يعني، ماشي. طيب الجزء الثاني اللي انا ممكن اعمل بيه requirement هو الكوتشينير. هو ايه الكوتشينير ده؟ فيبقى هنا كده يا شباب ايه النوع الثاني من انواع requirement؟ الكوتشينير. ايه الكوتشينير ده؟ يعني ايه بقى استبيان؟ وهل الاستبيان اقدر اعرف بيه requirement ازاي؟ طيب يعني ممكن انا اقول للكوتشينير يعني اعمل انا استبيان لكل الناس ولا لبعض الناس؟ لفئه معينه بس. ايه تاني؟ لكل الناس، الموظفين والطلبه. لا يعني انت عاوز تعمل كوتشينير عشان تحسن من اداء ال بتاع بس اداء المنظمه. حاجه اصلا بصراحه حاجه. طيب تمام، ده ممكن اعمل ايه تاني؟ مين انت قلت لي كل الناس صح كده؟ بيبقى فيهم الطلبه. ايه حسب ايه؟ احنا واخدين مثال دلوقتي اللي هم بتوع شؤون الطلبه. اول حاجه احنا عايزين نقول ايه الفرق بين الكوتشينير والانترفيو، تمام؟ انت قلت زي الانترفيو، لا في اكيد فرق. ايه الـ بتاع دوت؟ في ناس قالت ان الكوتشينير ده هيتعمل لكل الناس بما فيهم الطلبه، تمام. خلي بالكم كمان بالمناسبه الانترفيو لازم يضم الطلبه معانا، لازم الطالب ككاستمر يبقى هو المستفيد الاساسي في الموضوع كله، تمام. فلازم اكون موجود في الانترفيو برضه، يعني من ضمن الناس اللي كنا قلنا اربعه تمام في الانترفيو لازم يكون في مجموعه من الطلبه، بس هختار انهي طالب، تمام. والطلبه دول يعني هل الانترفيو هيبقى كافي بالنسبه لي ان انا اعرف كل المشاكل اللي بتقابل الطلبه ولا لا، تمام. فعشان كده هقول لك، فعشان كده احنا قلنا الكوتشينير اللي موجود عندنا
هيبقى مميز شويه عن الانترفيو في ايه لسه هنتكلم فيها دلوقتي. الكوتشينير قلنا ان هو ممكن يكون لبعض الناس وفي ناس قالت لكل الناس اللي موجوده بما فيهم الطلبه، تمام. قلنا ايه كمان؟ قلنا الكوتشينير اقدر اخرج منه بيانات، لكن لسه السؤال بتاعي امتى اعرف من الكوتشينير ان انا اطلع بيها داتا اناليسيس او احلل الداتا. فعندنا الكوتشينير ممكن يستخدم لوحده ولا لا؟ اولا لازم الانترفيو معاه، ده بيتوقف على حاجه انا بسالها دلوقتي، امتى اعمل كوتشينير اصلا؟ ماشي؟ وازاي هعمل كوتشينير؟ ده مثلا يعني مثلا ده ممكن. حلو الكلام؟ ده مثلا يعني ممكن الكوتشينير اعمله قبل الانترفيو او اعمله بعد الانترفيو او اعمله لوحده خالص. حلو، يبقى ممكن الكوتشينير يستخدم امتى يا شباب؟ لما يكون عندي العينه كبيره او انا عايز اطلع استبيان او تحليل لداتا، بس العينه العشوائيه بتاعتي كبيره ما اقدرش اعمل معاها انترفيو، فلازم ان انا اعمل لها استبيان. حلو، ايه تاني؟ طيب امتى اعمل بقى البتاع دوت الكوتشينير؟ ازاي اعمل الكوتشينير؟ جوجل فورم. طيب الباشمهندسه كانت مثال كويس قوي اللي هو الاستبيان بتاع الطلبه رايهم في الدكتور. نوعيه الاسئله مين اللي حضرتك؟ الجوده على اي اساس يا فندم؟ اللي معايا يا عم. اه اللي معايا طبعا. الله ينور. يبقى مين اللي حط الاسئله اصلا؟ واحد متخصص في الاستبيان اللي موجود ده، بدليل انه يقدر يطلع داتا، يعرف يطلع منها استكشاف معين، بيقيس حاجه معينه. يبقى لما انا اقول لك الاختياري ده لما تقول عليه صح يبقى انا هعرف استشف حاجه معينه، لما انت تقول عليه غلط انا هعرف استشف حاجه معينه. يبقى اذا لو انا بستخدم الكوتشينير يبقى انا لازم اصلا السيستم ده انا مش فاهمه بس، ده انا فاهمه وهضمه وعارف هعرف اطلع داتا ازاي اصلا من الكوتشينير. تمام؟ يعني السيستم في حاله ان انا ما اعرفش السيستم اصلا مش هعرف اعمل كوتشينير. تمام؟ ليه؟ عشان هو هيبقى صح وغلط، هيبقى اختياري، مش هيبقى فيه جزئيه السرد. اي استبيان ما بيبقاش فيه سرد. تمام؟ فيبقى انا في حاله ان انا ما اعرفش السيستم اصلا اللي انا بعمل منه ريكويرمنت، لا يمكن استخدم فيه كوتشينير. لازم الكوتشينير يستخدمه امتى؟ لما اكون عارف السيستم ده كويس جدا وهعرف اسال السؤال اللي من خلال اجابه الاشخاص ديت اعرف اطلع منها ريكويرمنت. فاهمين قصدي ازاي يا شباب؟ ولا مش واضحه؟ انتوا مالكم علمتوا ليه كده؟ واضحه ولا ايه؟ تمام؟ فده بالنسبه للكوتشينير اللي موجود عندنا، فده نوع من انواع الايه بتاع. هل ينفع بقى اعمل كوتشينير مع الانترفيو؟ اه طبعا. هل اعرف اعمل الكوتشينير بعد او قبل؟ اه طبعا، مفيش اي مشكله خالص. المهم يفيدني ان انا اعرف اطلع ريكويرمنت باحسن صوره. تمام؟ طيب النوع الثالث اوبزرفيشن اوف وركرز او يوزرز. يعني ايه؟ ملاحظه المستخدمين او العاملين. هنعمل ايه؟ اقعد معاهم في الشغل. بس شغال ازاي يا ابني؟ ايه دي؟ جيب كرسي واقعد جنبه. تمام؟ اي واحد بقى اعرف الشغل ماشي ازاي؟ بدل ما هو يحكي لي، بدل ما هو يقول لي ده بيحصل كذا وبيحصل كذا، ده ايه؟ انا قاعد جايب كرسي واقعد جنبه. قاعد مع كل موظف، انا ماشي مع الورق. انا ماشي مع الورقه بتروح من جايه من الطالب بيعمل كذا، اروح والمفروض يديها للموظف ده، الموظف ده بيروح ناقلها مش عارف لمين، ده بياخد يمضي مين وهكذا. تمام؟ ايه عيب المشكله دي او عيب الطريقه دي؟ الوقت طبعا. واش الوقت؟ صح. ازاي؟ مثلا ما انا هستفسر منهم، مفيش مشكله ديت، لكن لا، لكن ده ممكن ان انا احلل غلط اصلا طبقا اللي انا شايفه انا بس. ده مش صح برضه. بالظبط. كل الحالات اللي قدامي، الحالات اللي قدامي ديت ممكن يكون في حالات ايه؟ ممكن تكون ما حصلتش قدامي في الوقت اللي انا براقب فيه او اللي انا بلاحظ فيه،
وممكن تكون بيتعمل لها اكشنز اخرى ما تبقاش ظاهره قدام. تمام كده شباب؟ طيب النوع الرابع studying business document اللي قالها ابراهيم بقى قبل كده، اللي هو ايه؟ ادرس الورق اللي موجود عندي. لو عندي دوكيمنت كل ورقه كل حاجه بتتعمل لها دوكيمنت، يعني هو ماشي ورقي اصلا قبل كده، فلازم انا اخد كل الورق دوت وادرسه واشوف الايه الخطوات اللي ماشيه معاها قبل كده. حلو. طيب ديت الطرق القديمه، دي التراديشنال ميثودز اللي موجوده عندنا اللي احنا كلنا شغالين بيها اوريدي تقريبا. ايه الطريق الجاد ده بقى؟ الجاد ده بقى ده اسمه جوينت ابلكيشن ديزاين. تمام؟ حد يتصور كده ايه اللي بيحصل؟ لا نشيل الكلام ده. ايه في الجوينت ابلكيشن ديزاين ده اللي بيحصل ايه؟ الجد ده بيعمل ايه يا شباب؟ من اسمه حتى كده جوينت ابلكيشن ميثود او ديزاين. قال لك ايه بقى؟ تمام؟ قال لك احنا هنقعد انا هعمل ايه؟ كل ما له علاقه مش انا كنت في الانترفيو كل شويه اروح للموظف يبعتني للمدير، المدير الشؤون العاملين شؤون الطلبه، شويه يبعتني الوكيل، شويه اروح للعميد، وكلهم وكل واحد بيبعتني للتاني، كل واحد مش فاهم اصلا ده يقول لا ده انا اللي صح وده يقول انا اللي صح، ده في الانترفيو في الكواتشينير عمال اسال السؤال وكل واحد عمال يقول لي اجابات عشوائيه مش فاهم اطلع الريكويرمنت ازاي. في الجزء الخاص بالاوبزرفيشن ممكن اي حاجه تضيع، اي معلومه ممكن تضيع ما كنتش واخد بالي منها. تمام؟ وهكذا. قال لك لا 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 الكلام ده كله مش نافع معانا. انا اروح جايب كل ما يخص المشروع بتاعي. تمام؟ من جانب الشركه اللي هتعمل المشروع ومن جانب الشركه اللي هيتعمل لها المشروع او من جانب الجهه اللي هيتعمل لها المشروع. حلو؟ واقعدهم كلهم مع بعض. كل الناس مع بعضها. اروح جايبهم كده من اول رئيس مجلس الاداره هنا ورئيس مجلس الاداره هنا، البروجكت مانجر واقف الباب عليهم والله بعد ده بيحصل. انتوا خارجين من هنا انتوا كلكم بما فيهم الاناليست بما فيهم الديزاينر بما فيهم والعصايه بقى لا وكوبايه الشاي اهم حاجه الشاي. واروح اعمل ايه بقى؟ قافل عليهم. حلو الكلام؟ لغايه اما يطلعوا لي الاس ار اس السوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشن المتطلبات بتاعتي كلها. تمام؟ فقال لك كل الناس دي هجمعهم كلهم مع بعض. تمام؟ فين الرسمه؟ الرسمه فين؟ مش موجوده الرسمه موجوده. تمام؟ كلهم بقى يتخانقوا، كلهم يطلعوا لي المشاكل اللي موجوده، كل واحد يقول انا اللي فاهم اكتر، المهم ما انتوش مش ماشيين من هنا غير بايه؟ غير بالاس ار اس بتاعي. ايه العيوب المشكله ديت وايه مميزاتها؟ قول عيوب. مش متفقين مع بعض ازاي يا فندم؟ طب ما يقول ما هو ده اللي انا عايزه. انا ده اللي انا عايزه ليه؟ انا لما هم يتخانقوا مع بعض دلوقتي ويطلعوا لي حل واحد بس. تمام؟ مين اللي رايه هيمشي في الاخر؟ صح الله ينور عليك. مين اللي في الاخر رايه هيمشي لو هم ما اتفقوش؟ اللي هيديني فلوس. ماليش فيه بقى انا ماليش دعوه بقى، اللي هيديني فلوسي هو ده اللي انا همشي كلامه. صح؟ بس في الاخر انا مين المسؤول؟ مش انا، هو. فهمت؟ بس هو اللي لبس، انا ماليش دعوه انا بقى. انا كواحد دلوقتي انتوا اتخانقوا مع بعض براحتكم، طلعوا لي قرار واحد بس، ده اللي هنفذه. ما طلعتوش قرار، انا هنفذ قرار مين؟ اللي هيديني فلوس من الاخر، اللي هو المدير بقى، مدير الشركه، مدير الجهه، وات ايفر بقى. حلو الكلام؟ تمام. تاني حاجه دي ميزه مش عيب. يعني هم يتخانقوا دي ميزه. اصلا يعني دي مش عيب. الله ينور عليك. انا دلوقتي اول حاجه
الوقت اللي انا قعدته مهما كان. طبعا من ضمن المميزات اللي موجوده في الجات السرعه. تمام، الناس دي اصلا هتخلص الليله بتاعتها عشان عايزه تروح. الناس دي انا حابسهم فوق بالظبط، انا حابسهم اوريدي، انا حابس الناس دي كلها كده قاعده معايا. تمام، هنخلص يعني هنخلص النهارده. ماشي، النهارده بقى بكره، عايزين كمان اسبوع، عايزين كمان سنه احنا قاعدين. فده هيضطر ان انا اعمل ايه؟ الشركه بتاعتي وقفت، او الجزء اللي انا او الناس اللي انا كنت بشتغل مع او ان هم بيشتغلوا معايا. تمام، انا بقول لك الشركه وقفت، الجهه اللي انا ايه بشتغل لها الشغل ده وقفت. ليه؟ عشان انا باخد الناس المهمه هنا والناس المهمه هنا. فاوريدي انا واقف حل، بس اهم حاجه ان ايه؟ الحاجه هتخلص بسرعه. امتى امتى عم تقول؟ مثلا، ما هو ده اللي هنتكلم عليه، يعني كده حالها واقف اصلا، خلاص هي حالها واقف. تاني حاجه، صعوبه تنظيم الوقت ما بينهم. يعني ممكن يكون ده وراه شغل في الوقت الفلاني وده وراه شغل في الوقت الفلاني، فعشان كده كان الانترفيو بالنسبه لهم كان افضل، عشان انا بجيله في الوقت اللي هو المناسب ليه. ولكن مشكله بالنسبه لي انا، عشان ما كنتش اعرف الم الداتا كلها مع بعضها. تمام، نفس الوضع بالنسبه للاناليست والديزاين في شركتي. لما انا اجين جايب انا الريكويرمنت ورايح للاناليست عشان يظبطها لي، يقول لي لا دي كده غلط، ارجع بيها تاني للشركه. فده وقت مماطله طويله وشغل ايه؟ شغل وقت مماطل. على عكس ايه؟ على عكس الجاد بقى اللي هو الشغل بتاعي دلوقتي. حلو الكلام؟ ايه اخر طريقه بقى في الريكويرمنت؟ البروتوتايبنج. بروتوتايب اعتقد ان احنا برضو اغلبنا بيشتغل بيها، برضو اللي بيشتغل في السوق بيشتغل بالطريقه دي. ايه البروتوتايب دوت؟ اعمل حاجه لغايه التست. يعني اعمل الجزئيه بتاعتي لغايه التست بتاعتي. تمام، اوديها للكلاينت. تمام، يبدا يشوفها ويبدا يتست عليها ويبدا يظبطها ويبدا يقول ايوه هي دي اللي انا عايزها، لا مش هي دي اللي انا عايزها. يبقى انا كده بدل ما كنت ببني المشروع كله غلط، انا ممكن اكون في حته صغيره بس هي دي اللي ببنيها صح او غلط. كل ما احتاج حاجه يبقى يساعدها بقى، يبقى كده بقى ايه، في بروجريس متواصل. ايه عيب الطريقه دي؟ اللي ايه؟ بغير في المشروع كتير. دي ميزه ولا عيب؟ ما خلصش الحاجه في نفس الوقت ده دي يعني مثلا عامل حاجه خلصت النهايه وهديها للراجل افضل من ان انا كل لحظه ابدا ارجع تاني للسوق وارجع. يعني انت شايفها موزه ولا ايه؟ دلوقتي يعني ما نسيتش، انا مش عارف. انت شايفها ميزه ولا عيب؟ بالنسبه لك انت اكتر عيب اللي هي حته البروتوتايب دي. طيب ايوه، ما هي يعني الفكره دي كلها، يعني الفكره دي بالنسبه لك عيب. طيب ايه تاني؟ ثانيه واحده، وراك انا بقول اللي وراك. لا ورا فين؟ مكلفه ليه؟ حلو. لا انا مش بدفع فلوسه، انا بعمل جزء بس، انا بعمل بروتوتايب، انا بعمل جزء، مش بعمل فيرجن للبرنامج كله او بعمل فيرجن للمشروع كله. لا هو سوفت وير برضه، يعني مثلا وليكن شؤون الطلبه ده، وليكن شؤون الطلبه، شؤون الطلبه انا بعمل الجزء الخاص بالطالب بس مثلا. ده عملت له لغايه التست، يعني عملت له امبلمنتيشن وظبطته وخليته ايه اللي هو تسجيل الطالب. تمام، بس ده مش المشروع كله، ده مش وصلنا لغايه النتائج ووصلنا للكنترول ووصلنا للحاجات دي كلها. فانا قصدي ان انا بعمل جزء بس. لا انا ما ببداش من الاول تاني. انتوا مش فاهمين البروتوتايب صح يا شباب. البروتوتايب مثلا لا هو نوع من انواع الانكريمنتال، ولكن هو هي صغيره، هي مش كل البرنامج اصلا، يعني هي مش البروجكت كله، هي جزء بس وانا مقسمه اجزاء. اوريدي انا مقسم البرنامج بتاعي اجزاء. ده الشيء ده فكره البروتوتايب. البروتوتايب انا هعمل الشاشه ديت بس هخلصها لغايه التست، هعيدها بس مش هعيدها كلها، هعيد جزء منها لو انا لو فيها تعديل واكمل على الثانيه.
فاهم قصدي ازاي؟ ده البروتوتايب. البروتوتايب هو مش ان انا بعمل المشروع كذا مره وبعيده كذا مره، فاهم قصدي ازاي؟ يعني دي فكره البروتوتايب. لكن فيها مشكله تانية انت قلتها، انت قلت مشكله في الوقت، وايه كمان؟ في الوقت والفلوس، تكلفه. ايه مشكله في الوقت؟ ايه ليه؟ هو مش ببني مره، انا ما عارف ان هو مش ببني مره واحده، لكن هو في مشكله في الوقت. ايه بقى مشكلته في الوقت؟ فالفكره اللي هو الوقت ده بيضيع ليه؟ عشان احنا مش عشان احنا بناخد جزء وبعد كده بنكمل عليه، عشان احنا بنطول في مده المشروع اصلا على ما هم يردوا عليا في جزء معين، عشان اكمل الجزء اللي بعديه هياخد وقت، لما اعمل الجزء اللي بعديه وعشان اعمل اللي بعديه وهكذا، فيبقى كده بيمط في قوي في الوقت اللي موجود عندنا. تمام؟ عندي مشكله اخطر لسه ما وصلنالهاش في البروتوتايب. العميل ماله؟ لا ده لازم، لا هو كده بيتدخل اصلا، كده كده موجود معايا، ده هو ده من مصلحتي، ده يمكن يعتبر ميزه، ده من مصلحتي انه يتدخل في كل حاجه عشان ما يجيش في الاخر ويقول لي ان انا ما قلتش الكلام ده. دي ميزه مش عيب. لكن في عيب اخطر. دي ممكن، ما دي برضه هتطول في المده شويه، لكن لسه ما وصلناش للاخطر في البروتوتايب. الا وهي ها؟ ايوه دوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن مفيش دوكيومنتيشن كويس في البروتوتايب. انت بتاع الدوكيومنتيشن، الدوكيومنتيشن مفيش. ليه؟ انت كل شويه بتعدل، فكل شويه بتغير، فكل شويه مفيش دوكيومنتيشن اصلا للمشروع كله. بتعمل بروتوتايب وتعمل جزء صغير بس. اتفقنا ان افضل واحد في الدوكيومنتيشن مين؟ انهي موديل؟ ووترفول. تمام؟ هو ده الفولي دوكيومنتد. ماشي؟ هو ده الفولي دوكيومنتد. ليه؟ عشان انت بتكتب كل الخطوات بتاعتك خطوه خطوه، ما بتخلصش اصلا، ما تتنقلش الخطوه اللي بعديها الا لما تكون خلصت الفكره الاولانيه. تمام؟ وده اللي احنا ماشيين عليه على فكره في التمبلت بتاعتنا. لو تلاحظوا كده احنا ما وصلناش في في الامبلمنتيشن ولا التستنج غير بعد ما هنوصل للاس ار اس اللي هو كاملا المشروع بتاعنا كله. تمام؟ يعني هنخلص الجزء الخاص بيه اللي هو الاناليسيز موديل، وبعد كده الديزاين مودلز، وبعد كده الامبلمنتيشن، وبعد كده التستنج. تمام؟ فهو احنا كده كده ماشيين اصلا بشكل الايه؟ التمبلت بتاعنا هو شكل الووتر فول اللي موجود عندنا. فالبروتوتايب مشكلته الاساسيه في الايه؟ في الريكويرمنت، في الدوكيومنتيشن بتاعتي. تمام؟ طيب ده الجزء الخاص بالايه؟ البروتوتايب اهوت. صحيح. هو بالنسبه للمشروع بتاعي في الجاد، مين الناس المهمه اللي تبقى موجوده في المشروع؟ موجوده في الاجتماع المغلق ده، في الجوينت قبل ديزاين اليوزر. ها؟ لا من شركتي انا، من شركتي اللي بتعمل الشغل. ايوه والتيم ليدر بس. لكن بتاع التست هيبقى موجود ولا مش هيبقى موجود؟ التست هيبقى موجود. والامبلمنت بتاع اللي هو بتاع البروجرامر هيبقى موجود ولا مش هيبقى موجود؟ انا عارف يا جدع ليه؟ يا جدع ليه يعني ما يجي وخلاص؟ واحنا لسه بنكون، احنا لسه بنكون الاس ار اس اللي هو هيبقى احد الدوكيمنت زي ما احنا هنشوف بعد كده، احد الدوكيمنت الاساسيه اللي هيبقى محتاجها التست. تمام؟ لكن احنا لسه بنكونها. هو هيبقى حاضر ليه فيها ليه؟ فما يحجبهاش دماغه بقى بالظبط كده، فيبقى التستر مش مهم بالنسبه لي في الاول، ولا البروجرامر يكون مهم بالنسبه لي. تمام؟ في الجاد انا بس نسيت اقولها عشان لقيتها موجوده هنا دلوقتي.
اوجع دماغي ليه بالظبط كده؟ طيب احنا كده قلنا كل الايه، كل الاجزاء بتاعه الريكويرمنت. نبدا بقى في الجزء الخاص. او ده كلمتين اهو، ما احنا قلنا كلمتين. نبدا في المرحله الثانيه، ناخد بس نبذه مختصره عنها كده قبل ما ندخل في المشاريع بتاعتنا. الامتحان انا اللي يهمني في الكلام اللي احنا بنقوله اللي هو ترتيب الافكار زي ما قلت لك كده. يعني انا عاوز النقط الاساسيه وتوضح لي، يعني مثلا لما احنا قلنا السايز، تمام، ما قلنا اللي هو النون فانكشنال ريكويرمنت مثلا، يعني ده هتلاقي سؤال مكرر جدا معايا في الامتحانات. انا ببقى عاوز ايه؟ انا اللي انت تقول لي السايز وتقول لي انه يكون بيقاس بالميجا بايت، بالبيجا بايت. عايزك تقول لي البتاع دوت السكيورتي ببرامج ان هو يحمي 1 2 3 من الهاكرز. فاهم ازاي؟ يعني تقول لي النقط الاساسيه وتقول لي كلمتين اللي انت فاهمهم، بس طبعا بالانجليزي، يعني ده كده احنا لازم متعودين بالانجليزي يعني. فهي انا قصدي ان ترتيب الافكار ممكن تلخص اللي احنا بنقوله ده كله صفحتين ثلاثه تذكرهم في الاخر، تمام. يعني كل اللي احنا قلناه من الاول لغايه دلوقتي، هل احنا طلعنا عن الكلام اللي احنا قلناه اول محاضره؟ احنا بناخده بالتفصيل شويه بس. يعني احنا قلنا عندنا 4 حاجات أو 5 حاجات بالظبط، عندنا الريكويرمنت جازرنت، عندنا اناليسيس، عندنا ديزاين، عندنا امبلمنتيشن، عندنا تيست، صح؟ هم دول اللي احنا قلناهم اصلا من اول ما بدانا. بلخصهم لك دلوقتي واحنا قاعدين اهو. تعال شوف بقى في الريكويرمنت، في فانكشنال ونون فانكشنال. الفانكشنال كذا بالنسبه لليوزر وبالنسبه للسيستم، نون فانكشنال اللي احنا قلناهم دلوقتي. تعال شوف الريكويرمنت جازرنت، عندنا تراديشنال وعندنا المودرن. التراديشنال انت هتلاقيك حافظتهم من ساعه ما احنا قلناها، صح؟ انترفيو، ماشي، وايه؟ كوتشنير، اوبزرفيشن، البيزنس دوكيمنت. اظن بقى كل واحده ما تعرفش تتكلم عنهم دلوقتي. تعرف تتكلم عنهم ولا لا؟ بالعربي؟ لا مش عربي، تمام؟ لا هنتكلم بالانجليزي وتشرحهم لي بكلمتين. انا مش عاوز تعمل لي باراجرافين ثلاثه، تمام؟ هي دي الفكره يعني. ما عندكم، انا بعتها لكم في الدرايف. المنهج عليه كله، الشيتات كلها، البريفيوس اكزامز كلها اللي انا درستها. انا كنت بدرس الماده اصلا في طنطا، مع الطنطا يعني. فانا يعني انا لسه اول مره ادرسها هنا يعني. التمبلت كلهم موجودين معايا اوريدي، بس فانا مديك اصلا الاجابه. عايز اكتر من كده؟ مش عارف اعمل لك اكتر من كده يعني. فانا قصدي يعني الماده نظري للاسف، فاحنا بنحاول بس زي ما احنا شايفين كده، دي من الحاجات الاساسيه اللي في الشغل. يعني تلاحظ ان انت بتفكر دلوقتي تفكير المهندس الخارجي اللي هو اللي بيشتغل بره، اللي هو يعني قدامه مشكله وعاوز يحلها بشكل معين، تمام؟ ده بقى لما تلاقي، عشان كده بنطبقها قدامنا في المشروع بتاعكم بقى. حلو الكلام؟ ده الهدف بتاعنا يعني. طيب فاحنا قلنا دلوقتي معايا كده، ده اللي بنتكلم عليه الريكويرمنت. هتلاقي الاناليسيز شويه مودلز هتحفظهم او مش هتحفظهم، هتطبقهم في المشروع بتاعك، هتلاقيك حفظتهم من غير ما تعرف بتاع اصلا يعني. الشغل بتاع اليوز كيس او اللي هو المودلز بتاعه الديزاين اوريدي هتستخدمهم، واعتقد في المشاريع، انتوا لسه في مشروع التخرج، في المشاريع التخرج هتبقى مهمه جدا بالنسبه لكم، وانتوا اعتقد انتوا خدتوا داتابيز تقريبا، صح؟ فالداتابيز انتوا خدتوا حاجه زيها زي اللي احنا هنشتغل عليها في المودلز اللي احنا هنعملها. هنعمل برضو حاجه مودرن وحاجه تراديشنال، فبناخد من ده ومن ده زي ما احنا هنشوف دلوقتي، بس صح. ما انا خلص وانا واقف عادي يعني، فما تركزش قوي في الايه، في الشباتر كام ومش شباتر كام، احنا بنتكلم على الايه، على الكونتنت اللي احنا بناخدها بس يعني. طيب هنبدا بقى في جزء الاناليسيس اند ديزاين.
اللي هو شغل الاناليسيس والديزاين بتوعي. عندنا نوعين من انواع الاناليسيس اند ديزاين، عندي نوع اسمه ستراكشرد وعندي نوع اسمه اوبجكت اورينتد. حلو الكلام. الستراكشرد والاوبجكت اورينتد ايه الفرق ما بينهم؟ الستراكشرد درستوه والاوبجكت اورينتد درستوه. درستوا اوبجكت اورينتد صح؟ لا درستوا اوبجكت اورينتد في البرمجه. ماشي. ايه الصغير انت درستوه؟ درستوا حاجه اسمها كلاس. مثال عندنا اللي هو المبنى، المبنى بتاعي تمام. المبنى بتاعي دوت عشان اوصل للدور الرابع وانا ببنيه، هل ينفع اوصل له على طول ولا ايه؟ ولا لازم ابني الدور الاول وبعد كده الثاني وبعد كده الثالث وبعد كده الرابع وهكذا؟ تمام. ده المبنى لازم يكون الارضيه الاول وبعد كده الدور الارضي وبعد كده الدور الاول وبعد كده وهكذا وهكذا وهكذا. ده اللي احنا بنسميه ايه؟ ستراكشر. هو ده اللي بيبقى ده فوق ده فوق ده فوق ده. تمام. ان عشان اوصل لحاجه معينه او فانكشن معينه لازم ابقى جايب من الايه الفانكشنز من تحت كده. ده الاستراكشر بتاعي عشان حتى واخدينه البناء يعني مبني. الاوبجكت اورينتد هي المكعبات، وانا مش بسميها اي مكعبات، خلي بالك المكعبات بيبقى شكل بعض، ولكن هي المكعبات اللي هي الليجو. مش عارف سمعتوا عنها ولا لا؟ الليجو اللي هي المكعبات الليجو. ليه؟ عشان اشكالها مختلفه والفانكشنز بتاعتها مختلفه. تمام. فهي بتاعت الليجو، هي اللي بنسميها مكعبات الليجو الاوبجكت اورينتد. ليه؟ كل جزء من اجزاء المكعب تمام منفصل بذاته وله شكل مختلف تمام وله وظيفه معينه. هل ينفع وانا ببني المكعب اشيل حته من المكعب ده واحطها في حته تانية؟ ايوه، سهله خالص. ده اسهل حاجه في بالنسبه للمكعبات. انا بتكلم عن مكعبات الليجو. هل ينفع وانا باني المبنى بتاعي او باني الاوبجكت بتاعي اللي هو المشروع بتاعي كله، هل اعرف اشيل منه جزئيه واحطها في حته تانية؟ ايوه، على عكس البنايه. ايوه، لكن انا اقدر اشيلها من مكانها وهي في الوسط. تمام. انا بقدر اشيلها وهي في الوسط كده، اشيلها واحطها في حته تانية تبقى بتأدي نفس وظيفتها هي. فاهم قصدي ازاي؟ ده قصدي ان المكعب عشان كده بنقول هو الريوزابيلتي بتاعته اسهل بكتير جدا من الاستراكشر. على عكس الاستراكشر هعرف اقدر اشيل طوبه او عمود من الدور الثاني واحطه في الدور الرابع او الخامس؟ لا. تمام. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. فالاستراكشر بيعتمد على الفانكشناليتي والوظيفه بتاعتي. الاوبجكت هو بيعتمد على الكائن بذاته او الاوبجكت. هو الاوبجكت اللي موجود عندنا هو كينونه، حاجه مستقله بذاتها ليها خصائصها المعينه وليها وظائفها المعينه. ده احطها مع حاجه تانية تمام يعمل لي اوبجكت اكبر ويعمل لي وظيفه معينه ويعمل لي وظائف اكتر. عشان تقرب اكتر من الموضوع دوت تمام، عشان كده احنا بنقول اقرب للواقع. وحاشا وكلا طبعا احنا بنقرب ديت لخلق الله سبحانه وتعالى زي البني ادم. البني ادم تمام، احنا كلنا اوبجكت اورينتد. كل واحد هتلاقيه اوبجكت اورينتد. ازاي؟ العين ده اوبجكت لوحده تمام، ليه خصائصه وليه وظائفه. الانف، الفم، كل ده اتعمل مع بعضه تمام، كل واحد ليه وظيفه معينه تمام، وعمل ايه اوبجكت اكبر، ده ليه وظيفه اكبر تمام، وهكذا. الايد، الرجل، وهكذا. فانا قصدي ان انا بقول الاوبجكت اورينتد هو فعلا بيقرب الواقع اكتر بكتير، وبيدور على الاوبجكت، بيدور على الاوبجكت مش بيدور على فانكشنز معينه. فتعال نشوف كده، هستخدم الاستراكشر بقى في الاناليسيز ازاي، وهستخدم الاوبجكت اورينتد في الاناليسيز ازاي وفي الديزاين. تمام. مثلا مثال على اللايبراري، مثال على اللايبراري. ففي استخدام الاستراكشر ده مثلا ديزاين، انا عندي حاجه اسمها لايبراري سيستم. اللايبراري سيستم دول ايه الوظائف اللي انا عايزها، ايه المهام اللي انا هعوزها في الايه، في اللايبراري سيستم. ها
عاوز ان انا اضيف كتاب او اضيف مجلد، عاوز استلاء اللي هو استعراض الاستعاره بتاعه الكتب، عاوز الريبورتات استخراج الريبورت، يبقى كده كلها لو تلاحظ انها ايه افعال اوامر فانكشنز معينه بتتم. تمام؟ على عكس مين الاوبجكت اورينتد ما بيبصش خالص كده، بيبص لمنظومه اللايبراري دي عباره عن مين، عن واحد مستعير او طالب. تمام؟ للايه؟ للمكتبه، عباره عن امين المكتبه، عباره عن كتب. تمام؟ طيب ازاي بقى هربط الحاجات دي كلها ببعضها؟ دي مكعبات منفصله عن بعضها خالص، كل واحد منفصل عن الثاني. تمام؟ تربطهم ازاي بقى؟ عن طريق الميثودز لكل واحد فيهم. فاهمين يا شباب الفرق بين ما بين دوت ودوت؟ ده ببص عليها لانها اوبجكت جزء منفصل عن بعضها، ده ببص على انها مرتبطه ببعضها اصلا. ده هيسمع في ده، هيسمع في ده، هنا افعال، هنا اوبجكت. تعال نجزاها اكتر. فكره الديفايد اند كونكير ده احد انواع الالجوريزمز المشهوره جدا. تمام؟ اللي بتستخدم في السورتنج، بتستخدم في السيرش. تمام؟ الديفايد اند كونكير ده من احد الانواع المهمه في بتاع دوت في الالجوريزم. اتفقنا ان هو بيفكر في ايه؟ من ناحيه الفانكشنز. ماشي؟ على عكس الاوبجكت اورينتد بقى بيعمل جزء منفصله، بيقسمها خالص. تمام؟ كاوبجكت الكونسبت بتاعي هو ده هدفه، ان هو يقسمها للاوبجكت بتاعتي. ايه الفرق ما بين دوت ودوت بقى؟ تعال نقول الادفانتج بتاعت الاستراكشرد اناليسيس. ايه من وجهه نظركم يا شباب الادفانتج بتاعت الاوبجكت اورينتد الاستراكشرد؟ من وجهه نظركم الادفانتج المميزات بتاعت الاستراكشرد. لما انا ابص للشغل كفانكشنز بتاعتي ايه الميزه؟ الايه اللي واضح؟ صح، يبقى المشروع كله هيبقى قدامي واضح جدا، مش هيبقى فيه حاجات يعني حاجات متداخله مع بعضها اصلا، انا كل حاجه انا مفصصها اصلا قبل كده، ففي بعمل اناليسيز لكل الجزء الموجود. ايه تاني؟ ماشي، ما هو دي، ما علشان انت عارف كل حاجه خلاص، فانت عارف تربطهم ببعض. لكل جزئيه وظيفه واحده. طيب ماشي، طب ما هو نفس الوضع بالنسبه للوجيك ثيرابي برضه. طب لما يبقى عندي وظيفه واحده، ايه الاستفاده برضه؟ يعني ايه ماشي، وكل حاجه ليها وظيفه واحده، انا بقى استفدت ايه؟ يعني ايه اللي ادى ان هو يبقى احسن او كميزه؟ مثلا اوبجكت اورينتد. تمام. طيب ايه بقى الميزه؟ بالظبط. حلو، ما هو ده اللي بتكلم عليه. ايه بقى عيوب؟ طب ايه العيوب بقى بتاعت الطريقه بتاعت الووتر فول مثلا؟ ان انا ما بقدرش ارجع للخطوه اللي قبلها، لو كنت حاطط خطوه ما بقدرش اغير. لا هو بقدر اغير، ولكن بغير بصعوبه. تمام؟ الريوزابيلتي، الريوزابيلتي صعبه جدا في الاستراكشر. تمام؟ الريليابيلتي، مفيش مرونه في التعامل مع الايه؟ مع الاستراكشر اللي موجود عندنا. تعال نعملها نقراها بتفاصيل شويه، او نقراها بنوع من انواع الترتيب. تمام؟ ده بيتتبع نظام التوب داون ابروتش. يعني ايه التوب داون ابروتش؟ من اعلى الاسفل، يعني كل حاجه معتمده على اللي قبليها، اللي تحت ده معتمد على اللي قبليه، اللي تحت ده معتمد على اللي قبليه، وهكذا. تمام؟ الفانكشناليتي بتاعتي، فطبعا ده بيبقى اسهل من طريقه الاوبجكت اورينتد. طريقه الاوبجكت اورينتد متداخله جدا مع بعضها، لكن على عكس التوب داون انت عارف اولك فين واخرك فين، او ده بيتطبق او ده بيتتبع اللي فوق، وهكذا.
اتفقنا ان ده بيعتمد على الفانكشناليتي، بيقيس الفانكشناليتي بتاعتي تمام، وده بيخلينا نعمل ايه اكثر فهما للسيستم بتاعي، ابقى فاهم كل حاجه موجوده عندي تمام. السبيسيفيكيشن بتاعتي والدوكيومنتيشن بتاعتي بتبقى اوضح بكتير من الاوبجكت اورينتد بتاعتي. ايه العيوب بتاعتي بقى؟ اتفقنا ان هنا بيقول ان لازم الفيز الاولانيه تخلص الاول قبل ما نعمل الفيز الثانيه، والفيز الثانيه لازم تخلص عشان اعمل الفيز الثالث وهكذا، فكل حاجه معتمده على اللي قبليها. فانا لو غلطت في فيز من الفيز اللي موجود عندي ديت، الباقي اللي كله ده ايه؟ هيبقى فيه اخطاء، فلازم اعيده ثاني كله. فده طبعا ده من ضمن الحاجات اللي فيها يبقى مش مرن، عشان كده دي مشكله من ضمن المشاكل بتاعه الايه؟ الاستراكشر اللي موجوده عندنا. ده بيحتاج ايه؟ تو اد فانكشناليتي ليتر، اللي هو الريابيليتي، اللي هو قصدي الريوزابيليتي، ما بقدرش اعمل لا ده الريابيليتي، ده هنا ما بقدرش اغير في السيستم بسهوله، هنا ما بيسبورتش الايه؟ الريوزابيليتي، ان انا اقدر اعيد الحاجه مره ثانيه. فده طبعا بيأثر بيزود في التايم وبيزود في الكوست بتاعه. العكس بتاعه مين؟ الاوبجكت اورينتد بقى. الاوبجكت اورينتد ده بيعتمد على الداتا، بيركز على الداتا اكتر ما بيركز على الفانكشن، يعني على الاوبجكت بتاعي، على الكونسبت بتاعتي، بدل ما بيركز على الداتا. طبعا بيدعم الانكابسوليشن، يعني ايه انكابسوليشن صحيح بالمناسبه يا شباب؟ ما حدش يقدر يخترقه، فده بيحافظ على السكيورتي بتاعته. عشان كده عندي حاجه اسمها برايفت، وعندي حاجه اسمها بابليك، وعندي الحاجات دي كلها. كمان درست اوبجكت اورينتد اهو. امال ايه؟ طيب درست جزء حلو برضه يعني. والانهرتنس برضه عرفتوا المصطلح الانهرتنس ده تمام؟ طيب فده بيدعم الانكابسوليشن اللي موجود عندي، فده بيحافظ على السكيورتي، بيزود السكيورتي بتاعتي اللي موجوده عندي. بيقدر يعمل ايه تاني؟ ريوزابيليتي اللي موجوده، سواء البرنامج كبير او صغير هقدر اعرف اكبره كويس. العيوب بتاعته ان انا ما بقدرش اقدر اعمل دوكيومنتيشن كويس، ما بقدرش اعمل المشاكل بتاعته تبقى اكتر تمام؟ ما تبقاش واضحه بالنسبه لي. بس ده بالنسبه لايه؟ الاوبجكت اورينتد، وبالنسبه للاستراكشر اللي موجود عندنا. احنا هندرس ان شاء الله بدءا من المره الجايه مجموعه بقى من الدياجرامز في الاناليسز وفي الديزاين اللي موجود عندي تمام. الاناليسز بتاعتي احنا هناخد مجموعه بس، زي ما انتم شايفين كده في انواع كتير قوي في الاستراكشر بتاعتي. احنا هنركز في بتاع دوت ثلاث حاجات، واحده بس هناخد طريقه واحده بس في اناليسز، وطريقتين في الايه؟ في الديزاين تمام. هناخد الداتا فلو دايجرام واليوز كيس تمام. ده اليوز كيس ده في الديزاين يعني في الاناليسيس برضه. اليوز كيس والداتا فلو دايجرام في الاستراكشر في البتاع دوت في الاناليسيس، والاي ار دي هناخدها في الديزاين. هنا اليوز كيس مشتركه ما بين هنا وهنا، ما بين الاستراكشر والاوبجكت اورينتد. هناخد بقى الجزء الخاص بالسيكونس دايجرام، وهناخد الجزء الخاص بالكلاس دايجرام تمام. دي الانواع اللي هناخدها المره الجايه ان شاء الله، بدءا من المره الجايه تباعا بقى نبدا ناخد الموديل دوت بيعمل ايه، وظيفته ايه، ازاي بنرسمه، ازاي بنعمله، وهكذا تمام. بس ده اللي احنا عايزين نقوله في الجزء الخاص بالاناليسيز والديزاين اللي موجود عندنا. حلو الكلام. نبدا بقى الايه؟ لا بنمشي مين؟ نبدا بقى نحلل الحاجات اللي انتوا كتبتوها.